المصريين تحديدا بالتصفيق الحار جدا. طبعا الكينج اللي قلنا عنه قبل الفاصل هو محمد منير، كانت لنا مع مقابلة خاصة أعرب فيها عن سعادته لتواجده في دبي، كما كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عن استعداده للمشاركة في فيلم سينمائي كبير تنتجه شركة عربية عن حياة مطرب خلال 50 عام من عمر وطنه. وقال منير أن هذه الفترة التي تعيشها مصر تحتاج إلى غناء متواصل بهدف التحريض للحفاظ على مصر وتاريخها. المزيد مع رندا جبر. صباح الخير مشاهدينا، اليوم معي ضيف مميز وهو الملك محمد منير، وطبعا تواجده هنا في دبي الأسباب نعرفها من الملك نفسه. صباح الخير أستاذ محمد منير. صباح النور. طبعا أسباب تواجدك هون في دبي وخاصة أنه عندك حفلة ومهرجان موسيقي غنائي، شو رح تقدم للجالية المصرية والمقيمين هنا في دبي؟ يعني أنا سعيد أكثر منهم أن أنا هقابل ناس سواء مواطنين من بلدي أو من دولنا العربية بشكل عام. أغانيها مش هتختلف كتير لأن هي أغاني أقرب ليا ولشكلي وملامحي. دايما بحمل هموم الناس وأحلامهم، وأنا شايف إن دور الفنان النهاردة إنه يدينا مزيد من الأمل والحلم في مستقبل مشرق لينا، وبتتشال مننا كل التوترات اللي موقفة تقدمنا ومسيرتنا. هلا كفنان كشخص وإنسان ترى نبض الشارع المصري اليوم؟ يعني أنا ابتديت من يوم ما ابتديت أغني وأنا بغني للشارع المصري أصلا والشارع العربي، كل ده كانت همومي وأحلامي، وغنيت لحلم الثورة ده من سنين طويلة قبل الثورة، ودلوقتي زي ما كل تجربة ليها سلبياتها وليها إيجابياتها ظهرت السلبيات بشكل عنيف، وأنا شايف أن الفن هيكون ليه جزء ودور كبير في أنه يساهم في عودة حياتنا الطبيعية واللي بيضعوا مستقبل أفضل لينا، وترجع مصر لان مصر اللي انا اعرفها وحشتني قوي. الناس الاسماعيليه بنت السعيده بحريه لبصر غزاله محنيه. منير ما فيش كلام عليه، انا واحد من عشاق منير والشباب دول كلهم بيحبوا منير وبشاوا منير، ولو راح اي مكان انا وراه يعني ما بسيبوش. كنا عايزين يطول معانا شويه كمان بس للاسف، بس هو حرك فينا حاجه كده، حسيت ان احنا في مصر، حسيت ان احنا مبسوطين واحنا في مصر. محمد منير رائع ما فيش اختلاف عليه في اي حفله هيعملها. والله احنا كنا يعني مستنزلنا هو يعني لان احنا من معجبينه، بس كنا حابين انه يتم اكثر لان يعني ما غنى، احنا ترينا يمكن ساعتين ثلاثه كنا نتريا وغنى 6 اغاني وروح يعني، بس انه بعد مستنزلنا هو موجود يعني. انا بحبه قوي لانه هو يعني في الاوقات دي لازم هو يكون موجود هنا عشان بيشجعنا ان احنا نحب مصر وكده. احنا مؤمنين بالكلام اللي هو بيقوله، يعني احنا مش جايين عشان نفرح مثلا نهاية شوية، لا احنا كل كلمة هو بيقولها احنا مصدقينها ومؤمنين بيها وبنعيش بيها. الكينج يا جماعة، الكينج حاجة كده بنستناها في الغربة اللي احنا عايشين فيها ديت، حاجة كده من ريحة مصر بلدنا. احنا بنحب مصر جدا وبنحب محمد منير جدا. الحزن الشاطئ والفرح الشاطئ والبحر هادئ بقول له حاضر.
الملك محمد منير طبعا بتشكرك كل الشكر على هذا اللقاء. شكر لك. شكرا مشاهدينا، امل عوده، امل الان عوده لمتابعه باقي فاق